بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نادية أختي السلام عليكم. عليكم السلام. كي دايره لاباس عليك؟ بخير هاني أختي فاطمة. أختي حنا سمعنا الصوت الصوت الصوت. وضروري أختي فاطمة. حنا نجيو نجريو أختي نادية. كل عام. وتبارك الله عليك. ربي يخليك أختي. هاد المرة درتي لنا الصوت في موديلات اللي جديدة. جديدة أختي. هذا هو الجديد هنايا عند أوت موديل. شي حويجات اللي أول مرة غادي تشوفوهم. شي حاجة اللي زوينة تخي شيك. شي حاجة اللي شي حاجة جديدة ومن طب واحد الثمن رمزي باش خواتاتي كلشي كل شيء عيد. مرحبا ألف مرحبا. تبارك الله عليك أختي نادية. شكرا لك بزاف بزاف. غادي نخليو الرقم ديالك هنايا اللي بغات تواصل معاك. مرحبا اختي. بنات الجاليه بنات هنايا اللي بغيو يسولوا على لي طاي وطبعا اللوكاليزاسيون مرحبا بكم وشجعونا البنات شجعونا. مرحبا الف مرحبا. الله يسر الامور اخواتي الكريمات. بالنسبه لابوتيك ناديه اوتوموبيل كما كتشوفوا معنا هنا سوق النيليه الظهر ديال سوق النيليه. شفتوا حنا خرجنا هنايا في مرجان ماركات. غادي نطلعوا في هذا الاتجاه هذا ملي كنوصلو هنايا كنلقاو هنايا فارماسي سوق النيلية. ملي نوصلو هنايا كاين هاد لي جوج ديال لي بوتيك. ها هو واحد اون فاس واحد معاهم. غادي نطلعو نديرو فيراج. شو معايا خواتاتي هنايا خلينا الناس ديال مول البيض. غادي نطلعو نلقاو اوت موديل. المحل هو هذا. بالنسبة لهاد الطريق طريق بوقنابل إلا مشينا تو دروا غادي نخرجو في طريق الحبوس. هو هذا المحل خواتاتي مرحبا بكم. نادية نبداو باول موديل بدون اطال ان شاء الله. دو بياس البنات دو بياس. شوفوا معايا اللي باقا تلفنها البنات اللي باقا تلفنها جلابه ديال العيد. مرحبا الف مرحبا. جلابه بحال اللي كيطلبوا لنا اللي سولاني على جلابه زوينه هماويه ورخيصه ياك نادية. واه اختي بثمن تبارك الله. هانتوما تشوفوا البنات الطرز الرباطي هكذا كامل بالدريس. دريسات هما في اللوينات في ديال التحت خلف الغوص فيشيا بعاد الكوليكسيون ديال لي كولور جاو زوينين اختي فاطمه صراحه بزاف ما شاء الله. دريسات تا هما ملونين. هادو راه البنات راهم غير تحطو راهم تباعو شي بياسات. تبارك الله حطيتهم البارح العشيه راهم تباعو. تبارك الله ناديه. وتا هادو ان شاء الله يمشيو يا ربي. ها انتم تشوفوا يا البنات جليلي با في الكريب وتحتي ديالها في لاموسلين. لاموسلين واه مطروز وكما كتشوفوا تناسق في الالوان حاجه زوينه. بالنسبه لطيفه الزهراء راها جايه شويه كبيره يعني راها هذه الباسه هذه الشلابه. الثمن دابا قولي لنا الثمن يكون مريقل ضروري. المهم حتى هادو واخا جداد اختي فاطمه غندخلوا في الصوت. الله يعطيك الخير. الثمن ما قلبوا مع الفوش 450 درهم. 450 درهم دو بياس ب 450 درهم. المهم برا راه راكو عارفين البنات دو بياس لا مسلم طروزة بالكريب ما كاينش اللي كيخدمهم قل 600 درهم. تبارك الله عليك نادية. وغادي نشوفوا ان شاء الله اللوينات ديالها البنات. كاينه البلوغوا في لا كولور بلونش. ها هي شفتوها البلوغوا في البيض. كاين كاشيري كاشيري في الغوز وفنة صراحة غزالة ما شاء الله. كاينه هاد الكحل الكحل بلوغوج حتى هي جات خطيره ما شاء الله. كاينه هاد اللون النيود بهاد لوغوج حتى هي فنيونه وفيهم لي طي البنات. روحوا قيسوا 450 درهم ثمن جد مناسب. غادي نفوتوا ان شاء الله الموديل الموالي. ها انتم تشوفوا يا البنات. ها انتم اختي فاطمه في دو بياس حتى هو دائما دو بياس البنات. هاد المره الكريب مطروز. اسمح لنا سمحوا لنا البنات ما قدرناش يعني الوقت شويه زرب علينا بغينا نصوركم موديلات يعني ماشي محدد ولكن الكريب راه نازل تبارك الله يعني واخا شوفوا معايا جايه بالبرشمان السفيفه والطريزه في هذا الجنيب هذا وفي المونش. وري لهم الطريزه ها هي يا البنات. بالنسبه لي كولور راه متوفرين. كاين هاد لو روج في هاد النيود ديالك قلتي لهم واحد واه هاد اللون النيود تبارك الله عليك. ترابي اختي ديالي ترابي ترابي جات فواحد لو روج شطات واحد الرابيل تحتاني به مطروز هاد الرابيل وجات من هنا. هذا قطيب قطيب ماشينه وهذا تخرس باليد اختي فاطمه. هذا التخرس ديال البرشمان كيكون باليد. تبارك الله عليك ناديه. بالنسبه للجلابه تبارك الله تري تري شيك. الثمن ديالها نتمنى حتى هو يكون زوين. غيكون غيكون مزيان اختي فاطمه. الثمن حتى هو كلشي غادي ندخله الصوت 600 درهم اختي 600 درهم. البنات غادي نشوفوا لويناته ان شاء الله. هانتوما يا البنات باش تشوفوا معايا كاين هذا الكحل فلوفير رويال. كاين هذا الكحل
بهذا الغوص فيشيا. واه جوج بهم زوينين. كانوا شروينات فيهم تباع اختي فاطمه. واه تبارك الله اللي مشى بصحتهم وهادو حتى هما بناتنا ان شاء الله يجيوديهم 600 درهم البنات الا بغات شي وحده. هنايا البنات بالنسبه لهاد هادي من الكوليكسيون ديالنا ديها هي شوف معايا. هادو عاد تخرج دادين اختي فاطمه هادو. هادو اللي كنزولنا راه غادي نزيد منهم بياسات جداد. شوفوا معايا البنات كاين تنبات في لي مونش كاين في الجناب قفيطين يعني منبت بالبريمي منبت بالوين ديال القفطان ساتا ان بريمي. هذا اختي فاطمه اللي ما كيبغيش الكول اوفيسي اوفيسي ها هو الكول عادي بهذ العقيده تاعهم ما دخلناش فيهم درناهم عير هكذا ايني هذا اللون عير ديال اللون في اللون. كملاحظه البنات بالنسبه للاخوات اللي من تقلع الجليبه ديالها غادي يكون القفيطين ها هو شوفوا معايا مخدومه البنات به بالعقاد ديالو ما شاء الله ديالي. يعني كتكون السيده جالسه بالقفيطين ومن تخرج هكا دير تبارك الله عليك حيت الجلابه كيبقى كيستغل القفطان اختي فاطمه. بالنسبه للجلابه تبارك الله ما شاء الله كاين هذا الكول هكا عادي وكاين الكول اوفيسي البنات. هادو ما كناش صورنا هاد الوينات عاد مشتو ها هو شوفوا معايا البنات حتى هذا مدخلين فيه هذا الموف فيه الموف علاش على على التحتي ديالو تبارك الله ما شاء الله ها هو دايره لو كول اوفيسي. كاين هذا الموديل هذا وكاين الموديل اللي في المانكا غادي نصوروا لهم. بالنسبه لهذا بشحال راه داير ناديه؟ هذا اختي 800 درهم 800 درهم 800 درهم اختي تبارك الله عليك كما قلت لكم البنات 800 درهم راه هنا ناديه دايره لها هذا البوطو هنايا هكا شوفوا معايا شفتوها دايره واحد البوطو هنايا هكا شفتوها وجايه نازله هكا بالسيفه. كاينه هنايا التنبات دائما في الجنيبات وفي لي مونش 800 درهم. هانتوما يا البنات بالنسبه للجلابه اي سول بيس كاينه هذه شوفوا لي الصدر ديالها كيفاش داير مخدوم هذا يا بزواق المعلم يا كندية التعصاب هذا لونه في اللون دخل فيه التعصاب زويقه مزين تا اختي فاطمه شوفي زوينه تبارك الله ما شاء الله مستوق اختي بهذا بالعقيدات مهم غير الصوره غادي نصدموكم في الثمن ان شاء الله يا كندية ضروري اختي الثمن حتى هو مناسب كلشي صولد شورا صولد ولا مود مع اوت مود ما فيهاش لا افتحات لا والو هكا بحال عباءه بحال عباءه زوينه كتجي لار شويه لتحت بالنسبه للوينات متوفرين لي طاي كذلك متوفرين البنات غادي نشوفوا معنا ديال لي كولور لورانج كاين داك البوردو كاين هادو كميه محدوده ما كاينش ماشي مشكل البنات اللي يجيو للوالا مرحبا بهم الثمن ديالهم كلشي اختي غيمشي صد 200 درهم كاع الجليبات 200 درهم كاع الجليبات 200 درهم ان شاء الله كاينه وحده اللي غادي نوريوها لكم ان شاء الله اللي غادي تكون اكثر شويه دائما مستمرين معكم البنات هاد المره عاوتاني جلابه ديال راندا شوفوا معايا يا البنات شوفوا لي الراندا كيفاش دايره ما شاء الله راندا ودخل خدمه المعلم اختي فاطمه زواق المعلم البنات زواق المعلم ودخل الراندا راندا بالنسبه للجلابه تبارك الله ما شاء الله راه في الكريب كريب نازل نازله كامله بالراندا البنات حتى القبيب مخدوم ما شاء الله. بالنسبه لهذا الموديل انا ديال بشحال غتخليه لنا هادو اختي ب 35 35 350 درهم البنات وغادي نشوفوا ان شاء الله اللوينات ديالو اختي ديالو واخا بالنسبه لي كولور ديالها اخواتي كاينه لو نوار عشيقه الاسود كاين هاد لو فير هاد لو فير اها فيهم جوج ديال لي نوار اختي فاطمه وا لي طاي وهاد وهاد لو فير كاين اربعه ديال البياسات بالنسبه للثمن 350 ان شاء الله. هانتوما البنات عاوتاني كاين هاد الموديل هذا بزواق المعلم والتنبات شوفوا معايا يا البنات بالنسبه للموديل تبارك الله ما شاء الله دائما الكريب نازل والكريب ديالو نازل اختي فاطمه جات هكذا من البيت جهت هاد السبوله هكا في الوسط خدمتها هي في اليدين اختي فاطمه هي خدمه المعلم والتنبات تبارك الله الجلابه مخدومه ما شاء الله. بالنسبه لهذه ناديه هذه اختي ب 35 هذه 350 درهم البنات غادي نشوفوا ان شاء الله لويناتها معك ناديه اختي كان فيها ثلاثه ديال الفلاس كاين الثلاثه ديالها كاين هاد بلون كاسي وان بلون كاسي كاين اللي كانت لابسه فاطمه الصغيره تمام 350 درهم عاوتاني كاين هذا الموديل البنات هانتوما تشوفوا حتى هذا بزواق المعلم وهذا فيرزاتشي اختي ديالي فيرزاتشي فيرزاتشي جا حتى هو بخدمة المعلم طون سيغ طون نص طوق عقيدة هكذا حتى هو جا جات افتتاحة عنده في الوسط اختي ديما واه افتتاحات في الوسط
وكيبقى حتى وقت فاطمه في الصوت. هادو كاملين الجرام ديال 200 درهم. 200 درهم البنات بدل 250. ها انتم تشوفوا يا البنات بالنسبه للوينات راهم متوفرين ان شاء الله. غادي يكون فيها الكحل، هاد الموف، الموف ديالها، هاد الفيغ، الفيغ صافي. وهذا الكحل اختي ديالي تبارك الله عليك. 200 درهم البنات. دائما معكم البنات ودائما مستمرين في لي موديل ديال اوت موديل. هانتوما تشوفوا يا البنات جليبه تبارك الله مخزانيه زوق المعلم، جوج ديال اللوينات، الرابيل اللي كاينين في لي مونشي كندية مع الغزان ديالها تبارك الله. داكشي زوين ما شاء الله. العقاد نص طوق جات فتحات في الجناب هكذا مخدومه كاملين مخزانيه. الثوب نازل، الجلابه من خويه تبارك الله. الكريب ديالها زوين باينه مطلوق. لا الكريب ديالها زينه. الثمن ديالها ناديه؟ هذا تبقى تاني بالصوت اختي 200 درهم. 200 درهم فقط البنات. باع الجلبات راه ندير لهم صوت 200 درهم هكذا. تبارك الله عليك ناديه. وغادي نشوفوا ان شاء الله لويناتها. بالنسبه لي كولور ديالها البنات كاينه هذا الغوز هذه. الغوز هذه فيها هذا البيوت، هذا الكاس. الشرابي ديالها. فيها هذا الغوز بيبي. غوز بيبي. وفيها هذا بلوروا. بلو مارين. هاد بلو مارين صح اختي فاطمه. وكاين هاد الترابي عاوتاني بالموف حتى هي خطيره 200 درهم فقط البنات. هانتوما تشوفوا يا البنات عاوتاني الجلابه ديال الخلاله هادي اخر ما كاين. شفتوا معايا، شفتوا معايا الدوبلور اللي كاينين في لي مونش ولي طرازين بهم اختي فاطمه. تبارك الله الخلاله ها هي. نص طوق جبنيه، شي حاجه سبور اختي فاطمه، كلاص هكا سبور. جبنيه فتحات في الجن تبارك الله. جلابه واعره الصراحه بالنسبه للموديل ديالنا راها تلبس غير الان. وتبارك الله شوفوا كيفاش راه لي طاي متوفرين بالنسبه للموديل. شحال داير حتى هو؟ 200 درهم. كاينين اللوينات والبنات، كاين هاد الترابي، كاين البلوغه ديالو، وكاين لو نوار 200 درهم. عشيقات ديال الجلابه مطروزه يا كنديه واختي ديالي. ها انتما شويه البنات هذه جات هاد الطرزه هكا في الصدر وجات هنا في تراكز وفي لي مونش. وفي لي مونش وجات هنا بالروندا اختي فاطمه. ملاقيات كاملين بالروندا البنات، ملاقيه بالروندا. قبته هو اختي بالروندا هكا فتحات في الجناب. خدومه هبدا بالروندا حتى لتحت. تبارك الله جلابه زوينه ما شاء الله. الثمن حتى هو زوين ناديه. حتى هو اختي حتى هو عاد دخل اختي في الثمن ديال الصوت. تبارك الله عليك. 250 درهم. 250 البنات. بلاندا بالطرز بالثوم 250 درهم ان شاء الله. الرحمن الرحيم. غادي نشوفوا ان شاء الله لويناتها. ها اختي ديالي كاينه هذا الغوز ديالها موف كلير حاصل. موف كلير. وكاين هذا لو فيغ هذا وفديك الموف مبدله الزواقه. تبارك الله عليك ناديه. هادي زوينه للبنات والاخوات اللي كيبغيو جلابه تبارك الله العرش بحال شكل عباءه. هادي بحال عباءه تبارك الله. هانتوما البنات تمشينا فاطمة الزهراء باش يبان لا فورم ديال الجلابه. شوفوا معايا البنات تخي لارج لتحت تبارك الله ما شاء الله. بالقبيب ديالها مخدوم هكا وطروز بالشوشه داير بالشوشه بالشوشه بالطريزه طريزه شكل عباءه. الطريزه اللي كاينه في الصدر هانتوما لي مونش ديالها حتى هما عران تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للجلابه شحال دايره فاطمة ناديه؟ هي داخله في الصباغ اختي 200 درهم. 200 درهم غادي تورينا لويناتها ان شاء الله. انتما يا البنات كاين هادي في الكحله ديالها، كاينه في هاد لورونج ديالها، وكاين في هاد الموج، كاين هاد الخضيدر. خمسه ديال اللوينات فيها 200 درهم. شوفوا معايا البنات كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي كريب ولي مونش ديالو في كريب ري مسلك. واه مسلك اختي فاطمه. ماما شوفوا معايا البنات بالعقاد ديالو تمام. والقب هانتوما والقب حتى هو. واه تبارك الله عليك ناديه. بالنسبه للجلابه راهم متوفرين فيهم لي طاي وحتى اللوينات. الثمن ديالها حتى وقت كنا كنبيعوها كلشي راه خداو منا وسمحوا لنا اللي خداو بالثمن زايد، ولكن دابا عواشر بغينا حنا نبقاو تفرح هي المتابعه ديالنا. خليهم 250 درهم. 250 بدل 300 درهم البنات. وغادي نشوفوا اللوينات ديالها ان شاء الله. كاين هذا الغوز صراحه اللوينات غادي يكونوا زوينين. الكحله اللي كتبغي الكحله كذلك البلو مارين. هذا كاين واه هذا بلور. تبارك الله عليك ناديه. اللوينات كاع زوينين اختي فاطمه. اللهم يسر ناديه اختي. ناديه اختي غادي نصوروا لاول مره المخاور هنايا في مدينه وجده. شوفوا معايا البنات لاول مره غادي نصوروا هذا الموديل هذا
اللي هو موديل ديال خوتنا السواعده الامارات اختي ديال الامارات. هانتوما تشوفوا البنات. وبالنسبه للقميص هكا كيجي تبارك الله ما شاء الله، فيه هذاك لي ستراس ديالو بالوريضات مكتوب نازل اختي فاطمه. هذا شوغبس كيما كيطرش اختي، واخا تصبن ولا شي حاجه البنات ما تخافوش منه. وري لي الشاله والشوال ديالها. كاين اختي فاطمه اللي يخرج بهم هكا وا اللي بغات تخرج بيه تخرج بيه. جاي شويه البلا مسلين والطويل وعريض. وري لهم العرضه فاطمه الزهراء ديال الشال باش هكا يعرفوا باللي يقدروا يدوروه جوج مر لفات، يعني الشعر ما يبانش البنات. شوفوا معايا شحال عريض، ها هو شوفوا معايا البنات راه عريض وطويل. هايت طولتي اختي، يعني بالنسبه للاخوات اللي ديروه على جوج مرات ولا راه ما يبين لك الشعر. تبارك الله ما شاء الله موديل لي غزال. بالنسبه لهذا شحال غادي ديري لنا ليه الثمن؟ هذا 300 درهم اختي، 300 درهم وراه فيه لوينات وتبارك الله ما شاء الله. غادي نوريه لكم هانتوما تشوفوا البنات اختي فاطمه هذا. وكل واحد راه ماشي بالشال ديالو ودائما الطريزه في الشال. شوفوا معايا البنات هذا تقدروا تلبسوا حتى صبحيه العيد يا كنديه. واه اختي هذا صبحيه العيد تبارك الله موديل غزال، تكون شي حاجه خفيفه واه شي عراده خفيفه ولا تيبغي يخرج بها عاوتاني. كل واحد داكشي اذواق كل واحد وذوق. واللوينات ما شاء الله اختاريتي لنا فيهم لوينات غزالين غزالين ما شاء الله. توبوا توبوا على حساب تبارك الله عليك. وحتى الوغوش كلشي لوينات وزوينين، واللي عشقت شي لوين تجي مرحبا بها. مرحبا اختي فاطمه. القميص ديالنا اللي دار ضجه تبارك الله ما شاء الله، والبنات ديالنا عجبهم لان هادو لوينات جداد البنات خدمناهم اختي فاطمه، والواله راهم مشاو تبارك الله ما شاء الله. هانتوما تشوفوا اللي مازال ما شافتوش كاين هاد القميص هكا جاي بالشوكولا بهاد العقيدات بكل مونطي زواق المعلم خدمه المعلم في الكولو في الكمام. الافتتاحات هنا مخدم كامل بالطريسنات هابط كامل شي حاجه دياريه. هادي الكوليكسيون ديال ناديه. بالنسبه للوينات قولي لنا الثمن ولا نمشيو في اللوينات؟ واه اللي بغيتي الثمن. الثمن ديالو اختي فاطمه هذا 300 درهم. 300 درهم وباش هذا اختي فاطمه راني وقع لي واحد الغلط من الناس ديال تيك توك. لونسيت 250 وما قلتش ما ديك الساعه ما صلحناش ديك الثمن. وما في الاول راه حنا بنوصل اللي يدخل عندي انا صلحته ناديه انا صلحته اللي يدخل عندي اليوتيوب غيسمعني يسمع انها صلحتناها ودرنا 300. مادام ما صلحناش عرفت تيك توك وسمحوا لنا الناس ديال تيك توك سمحوا لنا بزاف سمحوا لنا بزاف البنات. ولكن راه تشوفوا بالنسبه للتويب والخديمه ما شاء الله راه يعني 300 درهم وثمن رمزي الصراحه. هانتوما تشوفوا الانسان يغلط راكي عارفه اختي الانسان ما فيه عدم. كاين هاد لو فيغ كاين هذاك السومو وكاين لو مارون شوكولا. مازال لينات اختي فاطمه راه كيتخدموا ان شاء الله. غادي ندخلوا للكنيدرات انا ديا واختي ندخلوا للكنيدرات. وتات الكنيدرات راه دايره فيهم ثمن زوين ناديا. شوفوا معايا البنات هذا بزواق المعلم هكا جاي جاي بخدمه المعلم بهذا المعلم بالصم هكا مخدوم خيطان داير كامل. الكنيدره مخدومه تشوف اختي نازل تشوف نازل بالافتتاحات افتتاحات. مسؤولين اختي فاطمه على التام داكشي اللي كاين انا ديا انا ماشي عجبني الصراحه القميص يعني عاطي العين ما شاء الله. بالنسبه للثمن انا ديا عيبقى نخواتاتي 150 درهم. يلا البنات سولدو لا مود 150 درهم يعني قنيدره ديال 250 درهم هنا فقط 150 درهم اختي وفيهم الوينات هما البنات. وبالنسبه لهاد القنيدرات هادو ديال 150 راه كاين فيهم موديلات كاين فيهم موديلات اختي. هانتوما تشوفوا البنات بالنسبه لي كولور حتى هما متوفرين. ها هما كاين هذا الكاشيري وجوج بنوار وهذا الفيغ اختي تبارك الله عليك ناديه والثمن جد مناسب 150 درهم. دائما مع القنيدرات البنات صبحيه العيد تلبسوهم هكا في الدار. شوفوا معايا يخرجوا حتى بهم 150 درهم راه ناقص على الثمن ديال البيجامه داكشي اللي كاين ناديه وحاجه زوينه هكا من خويا وعريضه تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه لهذا فيه بحال السامبول ديال اختي ديالو فيها الطريزه من لهنا والطريزه في الكول جا هكا مخدوم الافتتاحات في الجناب. الثمن هذا تختي فاطمه هذا الثمن فيه هو 150 درهم حتى هو بلوينات ما شاء الله. اختي فاطمه اللي فيه هانتوما تشوفوا البنات كاين الكحل ديالو كاشيري دو روج وهذا الفيغ تبارك الله عليك. مرحبا
بالنسبه لهذه البنات حتى هي راه متوفره بواحد الثمن زوين زوين بزاف بزاف. كما كتشوفوا معايا الجلابه مطروزه من الفوق للتحت، كاينه مطروزه ومنبزه الصدر لي مونش بهاد اللوينات، دخل هذا الموف، دخل بهاد البيستاش في الموف وحتى في الجناب. ها انتم تشوفوا يا البنات جلابه هماويه ما شاء الله. بالنسبه للوينات هذه متوفرين انا ديال اختي، بقات وحيده هي اللي بقات، هي اللي بقات. والثمن ديالها حتى واحد الثمن 250 درهم. 250 البنات، يلا اللهم يسر. غادي ديرنا فيه ناديه واحد الثمن زوين ما شاء الله. دو بياس كما كتشوفوا الفوقي ديالو كامل منبت، القميص حتى هو منبت. القميص ناديه في الكريب ولا في الحرير؟ لا القميص في الكريب اختي فاطمه، الكريب منبت البنات. وهذا في لاموسلين، وشوفوا معايا تنبات جهه كشجيرات الحجر كامل بالحجر. وهذا بالنسبه للقميص استغلوا حتى بوحدوته. تبارك الله عليك. الا بغيتي تمشي هنا في دم الزهره باش هكا الموديل يبان للبنات، شوفوا معايا البنات كله مجموع بالتنبات، يعني خدمه كامله زوينه ما شاء الله. القميص مخدوم اختي فاطمه، عشيقات ديال التنبات يبانوا هنايا. بالنسبه لهذا راه فيه لوينات وما شاء الله. الثمن ديالو ناديه هذا اختي كنا كديروا له 800 درهم، دابا رجع 700 درهم اختي فاطمه. 700 درهم البنات اللي بغات تعيد، هاد البياسات محسوبين ما بقوش بزاف. غادي نعطيو لكم واحد الموديلات زوينين اللوينات ديالهم ما شاء الله. شوفوا معايا الغوص فيشيا، شدي عليها فاطمه الزهره باش تبقى ها انتم تشوفوا يا البنات. كاين الغوص فيشيا، كاين البوردو، وكاع اللوينات زوينين ما شاء الله. هاد فيغ بيستاش، فيغ بيستاش وبلو سيال خطيرين. واه لوينات زوينين. 700 درهم. بالنسبه للقفيطنات البنات رحنا دائما مستمرين معكم، هادو حتى هما يلاه جاو كوليكسيون جديده البنات. كما كتشوفوا بالطريزه في لي مونش وفي الصدر تويب حتى هو زوين يا كنديه. واه اختي ديالي من الطروز بالبرونز، هذا الاورنج باقي فيه هاد اللوينات، شي حاجه زينه اختي فاطمه. والثوب، الثوب هذا لولا خيط البنات على حسابي، ما يشرب ما والو. تبارك الله عليك كنديه، على حسابنا ما ما مادا بينا نجيب لكم شي حاجه زينه وجاي وقته توهم بالغد. هذا بشحال ناديه؟ هذا اختي 25 درهم. 250 درهم البنات. غادي نوريكم ان شاء الله الوينات. بالنسبه للوينات البنات كاينه هذه، هذا الموف كلاغ، هادو راه في العمق داير، لاننا غادي نبينو لكم واحد الموديل اخر. ها انتم تشوفوا اربعه ديال اللوينات فيها، فيها لورونج اللي صورنا مع فاطمه الزهره، الموف، هذا الموف، والبلو مارين، هادو كريب. داكور لا 250 درهم. القميص اللي قلنا غادي يكون الكول ماشي داير ياك، هذا جاي بحال الكول. هذا الكول اختي جا جسرانطا روندا حطها نص طوق، اليدين جاو، اليدين جاو هكذا 3 كار مطروز منها هكا، تويب زين زين اختي ديالي، جا من هنا واسع نازل مبرد، جا عوقت اختي فاطمه. داكشي اللي كاين اختي، القميص من داكشي الرفيع قندوره زعما الصراحه مخدومه ما شاء الله. بالنسبه للوينات البنات راهم متوفرين الوينات بزاف، وغير القرقع ما شاء الله. غادي نوريوكم، شوفوا شوفوا معايا، ها هو شوفوا معايا البنات براندا راها في الوسط مخدومه، شدي عليها حنان. ها انتم تشوفوا يا البنات، شوفوا شوفوا البيض ديالها عاوتاني حتى هو بالسقلي، يعني قميص تبارك الله حضاري يلبسوها هكا حتى شي عراضه هكا خفيفه ناديه ياكي، ولا صبحيه العيد ان شاء الله غادي نحتاجوهم، ولا شي اسبوع ولا هكا تدور به السيده هكا في الدار. ولا ها انتم تشوفوا يا البنات حاجه زوينه ما شاء الله. ثمن البيجامه اختي فاطمه لبسوا قنيدرات في الدار، كلشي اللي كاين ناديه، ونزوزو مع اوت موديل باقل ثمن. اللوينات كما راكم تشوفوا معايا البنات، اللوينات غير القرقع، شوفوا هذه معايا، هذه الزواقه ديال الزليجه، الزليجه اختي مستو الصراحه تبارك الله. هاد السومو تاع اختي فاطمه، شوف اللوينات اللي داخل. هادي ركزي لهم واحد الطريزه هنايا في هنا في الظهر، احنا ما كنبغيوهاش يا ايوا ورينا ورينا احنا كاع ما حسوش الطريزه صافي في الظهر هنا تبارك الله في الكم زوينه هادي فنه. ها هي شوفوا معايا البنات دائما مستمرين معكم في الموديلات، وهادو اللي فكرينا في الثمن هادو 25 اختي فاطمه، 250 درهم البنات اللهم يسر. هانتوما البنات غادي نصوروا معكم واحد الموديل، اول مره غادي نصوروا مع كنديه. هذه جلابه بلديه 100% تقليديه من التقاليد المغربيه ديالنا، جلابه مغربيه اللي باش كتشوفي لي الخياطه كيفاش دايره البنات كامله باليد باش تفهموني هكا باليد. هذه بالسوس ديال البنات، بالسوس دي جايه، السوس دي نص ثقب المرمى،
جات هاد الفتيحات جات بالخراط. يدك فين الزهر اختي؟ الخراط ديالها شوفوا معايا البنات. شوفي رقت عليا حتى ليا. هادي جات الفتيحات. هادي مولاتها بغاتها بهاد الشكل هكا وبغات الفتح ثاني بالخدمه ديالها اللون في اللون وبغات الفوقاني هكا بالمرمه لون في لون. جات حلوه ما شاء الله. غادي نصوروا القب وغادي نصورهم حتى القميص. انا القميص حتى اختي ديالي مرحبا. شوفوا لي القميص يا البنات مخدوم ما شاء الله. شوفوا معايا البنات شوفوا شوفوا الخدمه كيفاش دايره ما شاء الله. مولاتي اذا كانت كتشوف هذا الفيديو مرحبا، راه بياسك هي عاد وجدت هي واجده تدراس. شوفوا معايا البنات المهم داك الشيء ما شاء الله ما شاء الله عندها سبوله جات حلوه ما شاء الله. واه شي حاجه تبارك الله فكرتنا بالحنين ديال الجلابه التقليديه اختي ديالي. تبارك الله. هذه شحال ناديه؟ انا ولا ديك شحال هذه شويه كامله اليد اختي فاطمه. هذه حتى يجيو يكون هذه المهم ديال مولاتها ديال مولاتها صحتها وراحتها ولكن كامله اليد فرق اللي كيبغي يدير بالماشينه هذاك الشيء كل واحد وبجي ديالو كل واحد على حسب الميزانيه ديالو ان شاء الله اختينا ديالنا. عزيزاتي العاشقات ديال التنبات جبناكم جلابه اون سول بياس كما كتشوفوا معنا بالتنبات البنات وكما كتشوفوا التنبات عامر ما شاء الله هماوي ما شاء الله وجلابه كلها مخدومه بالتنبات ملاقيات وكلش في ليمونش في الصدر جلابه تبارك الله هماويه الحقيقه. هذا تنبات ام جي بي شي حاجه زينه اختي فاطمه. ها هي مجموعه كامله فيها داخل فيها تبارك الله وهذا ما يحل ما والو شي حاجه دوري جين هاد التنبات اللي فيها اختي تبارك الله عليك ناديه. بالنسبه للثمن قلتي لي ثمن رمزي ثمن رمزي اختي بقات بياسه هادو 250 درهم 250 البنات. نوريكم شي موديلات اخرين البنات واخا غادي نوريكم موديلات اخرين البنات. هذا التنبات ولكن فيهم حتى في الجنيبات ناديه واختي هذا في الجنيبات وفي الصدر كما كتشوفوا معنا في هاد الغوص فيشيا كاين في هاد الترابي هاد الغوز هذا كاين في هاد المارو ولا شنو هو زيتي كاين في لورونج كاين في الغوج بريك لوينات خطيره ما شاء الله اللي بغات كاين هاد لو فيغ بيستاش شتو كاين بزاف ديال الجليلبات في التنبات. هادو بشحال غتخليهم لنا ناديه؟ هادو اختي 300 درهم. هادو 300 درهم راه زايده فيهم التنبات في الجنيبات البنات اللهم يسر. كاين هاد الموديل هذا البنات هذا بالطرز والرانده ها انتم تشوفين البنات الطرس طرس في القميص وفي تويه بالفوق مليفه مليفه اختي ديالي طروزه مجموعه كامله يعني خدمه دياريه البنات. شوفي هذه كامله دياريه ما شاء الله. القميص التحت حتى هو مخدوم البنات مخدوم لا تبارك الله ما شاء الله موديل زوين. بالنسبه لهذا الموديل راه كاين دايره لنا فيه بزاف ديال اللوينات غادي نشوفو ان شاء الله معك ناديه. موف كلير بالموف فرونسي كاين هذا الموف بالبيض هذا اختي فاطمه هذا باليد هذا باليد لا عطينا الثمن ديال الاول وهذا هذا بعدا هذا بشحال داير هذا اختي فاطمه كنت دايره له 800 درهم اها دابا عند خو ندوزو حتى هو وصل 700 درهم اختي 700 درهم البنات اللي بغات تزعم هذا هو الفرصه وهذا هو الصول شي حاجه عميه والجلبه مخدومه كاين جوج لوينات البنات. بالنسبه للموديل الاخر هذا خدمه ديال اليد قلتي لي هذه خدمه ديال اليد هذه الطرز باليد الطرز باليد ها هو شوفوا معايا مدخلين عليه داك الدويدات هكا وداك هادو بشحال انا ديا؟ غتبقى نفس الثمن اختي ديالي ياك 700 درهم 700 درهم داكور لالا. هانتوما البنات بالنسبه للجلابه اللي غادي يكون فيها السولت سولت خطير هادي البنات بالمرمه وبداك الطرز هكا بالعقاد ديالو جاي الطرز على المرمه اختي فاطمه الحين اللي تحف في الوسط سلامه. هانتوما تشوفي البنات بالنسبه للجلابه مخدومه ما شاء الله. هادي فيها شي لوينات انا ديا؟ فيها شي لوينات. هادي بشحال غتخليها لنا؟ هادي حتى هي اختي غدوز مع الصوت 25000 250 درهم البنات. بالنسبه لهذا الموديل راه فيه ثلاثه ديال اللوينات فيه هذا لو فيغ وفيه هذا الغوز انديان واللوين اللي صورنا مع فاطمه الزهراء. كاين هذا الجلابه هادي عاوتاني حتى هي بالمرمه اللي ما كتبغيش الطرز ها هو بالمرمه والبرشمه النازل هذا حتى هو بالكريب الكريب حتى هو نازل ما شاء الله. بالنسبه لهذا الموديل راه فيه واحد لوين واحد اخر وهذا حتى هو تخليه لنا 250 هذا 300 درهم البنات 300 درهم اللي عشقتها مرحبا والف مرحبا. انتما تشوفوا يا البنات الخدمه كيفاش دايره ما شاء الله. فيه هذا لو فيغ هذا الزيتي هذا وفيه
هذا الشكل هذا هذا مطروز القب مطروز مطروز بالقب وفلي مونش ها هما 300 درهم واه 300 درهم بنات كاين هذا الموديل هذا عاوتاني في الجلابه حتى هو زواق المعلم ولكن بالتنبات وداخل عليه الحجيرات هكا لي باغ للبنات ها هما شوفوا معايا شي حاجه ولا اروع شي حاجه خطيره ما شاء الله فلي مونش وفي الصدر دائما بالنسبه للتويب كريب كريب شي حاجه زينه اختي فاطمه خدمه عاوتاني بالسفيفه خدمه دياريه حتى هذا اختي فاطمه عاد خاصو حتى هو 250 درهم 250 البنات وغادي نوريكم لي كولور ديالو البنات كاين فيهم هذاك الموف وهذا الكحل وداك لورونج اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا كاينه الجلابه ديال البنات حتى هي واعره ما شاء الله زيد مدخله فيها في ناديه جوج ديال التويبات لي كولور حتى هما اسورتي مع بعضهم تبارك الله هادو ديال دوبل فاس اختي فاطمه بزواق المعلم حتى هي بالعقد ديالها وكاين زواق المعلم حتى في الاخرات واه حتى في الاخرات اختي فاطمه هادو عاد زدنا دخلنا منهم هاد الوانات ما كناش صورناهم حنا صورناهم معاكم دابا جات هكذا في الاكتفات جات في الاكتفات الخدمه ديال المعلم هكذا جات في العقيدات في اللوينات الخرط في الجناب البنات اللي بغات هذا الموديل راه فيه لويناتو غادي نوريوه لكم بالنسبه للثمن ناديه هذا اختي كنا دايرين له 600 درهم 600 درهم البنات هو ندخلو في السوق 500 درهم 500 درهم غادي تخليه لنا ناديه كلشي لباس ان شاء الله كلشي عيد مرحبا الف مرحبا غادي نوريوكم اللوينات ديالو البنات كاين ربعه ديال اللوينات فيهم كاين هذا الزيتي بالكحل زيتي بلو فيغ فونسي واه ياكي وكاين قولي انتي هذا الغوز مع الكشري مع الكريم وهذا الموف واه تبارك الله عليك ناديه وهذا اللي راه مرايا قلت لي 500 درهم وهنا راه قالبه انا دايره الموف في موف كلاخ بالنسبه للقفطنات البنات غادي نشوفوا معكم هذا الموديل ولكن بالنسبه للقفطنات راه كاين لي شوار كاين لي شوار البنات غير هذا بغينا نصوروا لكم اخر ما جا به بالمجيديل ديالو البنات طريزه كما كتشوفوا معايا ما شاء الله ها هو حاجه زوينه وثمن زوين جاو كلوش اختي فاطمه البنات اللي بغيو يديروا معاها اختي فاطمه دير لهم واه الثوب شي بحال اللي كتكون في الزهرات الثوب مازن البنات اللي بغيو يديروا معاه صبات طالو ولا شي حاجه راه طويل ما شاء الله بغا شي حاجه خفيفه هكا ولا تبارك الله عليك ناديه بالنسبه للثمن هذا هذا كنا كنخرجوا 300 درهم اختي فاطمه 300 درهم يسمح لنا اللي خداوه 300 دابا دينا الصوب دينا الصوب المحل كامل هذا غنخليو لهم 525 250 درهم البنات والثمن زوين ما شاء الله غادي نشوفوا ان شاء الله اللوينات ديالو ناتي ها هو موراك هكا باش نشوفوا معاك هذا ترابي ترابي واه هذا البوردو رايبي ياك وزرايبي واه هذا لونواغ تبارك الله عليك كاين خمسه ديال اللوينات فيهم 250 درهم نادي اختي كاين هذا في مونو اللي بغينا نشاركوه معكم القميص دبلور اختي ديالي هذا القميص ديالو ها هو القميص والقميص سون مونش بالدبلور في هذا اللون هذا هي جات شوف تنبت كلهم من البنات البنات شوفوا لي تنبت كيفاش داير ما شاء الله كوليكسيون شي حاجه اللي زوينه البنات جاو العقد جاو نص الكحل ونص اللون ديال الدوبلور الرابي اللي كاين في الدوبلور البنات كاين تمنا تمن الفتاح الجنيبات شوفي الجنيبات تاعني حتى هي منبته المهم حاجه خطيره ما شاء الله حاجه ولا اروع تبارك الله يعني السيده تبارك الله تكون هماويه ما شاء الله الا بغات فاطمة الزهره غير في نفس القميص تلبس لنا هذاك الغوز باش يبان لهم اللبسه غير تما يا فاطمة الزهره اخوات اللي بغيو حاجه هميه يا كناديه تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي هذه التنبات ديالها جاي نازل من الفوق حتى لتحت ها هو شوفوا معايا حتى هو فيها الدوبلور في الغوز جاي السفيفه ديال الصقل اختي فاطمه السفيفه في الكحل الصقلي الكحل الصقلي صحوا لنا البنات على ديكريساج يعني ما كيجيو مباليين راه كي خصهم يتعاودوا يتحدوا جات هكا شوف الدوبلور هذا اختي فاطمه ديك الخطره صورناه ما كانش فيه الدوبلور كان غير سامبل علك دابا لا هو دابا كامل دوبلور هذه المره اجتهدتي ناديه وصراحه حاجه خطير داك الشيء ما شاء الله تلبس بوحدو بغات يتلبس مع القميص ديالو او ميم طو يتستغلو عيب حتى بوحدو بالنسبه للكحل اللي كنا شفناها ناديه هو راه موراك البنات باش ياخذوا فكره هذا اللي كان غير سامبل هذا ما فيش لا دوبلور ولا اللي كيبغي حاجه في السالف اللي تبغي ما يكونش فيه اللوينات في الكحل غادي عامر اختي فاطمه هانتي كتشوف تبارك الله ما شاء الله اختي
ناديه غادي ناخذ فكره غير بالنسبه للثمن. الثمن 900 درهم اختي. 900 درهم بالنسبه للكاب. بالنسبه لا كامل بالكاب ديالو. كنا درنا له اختي فاطمه كنا درنا له بلا دوبلور. يعني هانا تا هو دخلته في البروموسيون واخا بالدوبلور يعني بحال اللي كتلبسي هنا جوج بياسات. خاخدي ما يعني زايده ونفس الثمن. هذه راه بياس هذه. هذه بحال اللي يعني. كتاخذي كوبون ديال الكريك راه كتاخذي كوبون. يعني درك القميص بالكاب ديالو ب 900 درهم. 900 درهم. اللهم يسر. يا اختي شكرا لك بزاف على هذه الجوله وسمحي لنا شحفناك. لا بالعكس سمحي لنا اختي. لا بالعكس انت قلتي لي خصك تسمحي لنا اختي. مرحبا والف مرحبا. غير بناتنا ان شاء الله يستافدوا من هذا السول اللي درتي لنا ويستافدوا من هذه الموديلات اللي جاوا زوينين الصراحه. وكل شيء كان زوين كل شيء انيق. نتمنى ان شاء الله ان بناتنا يعيدوا بالصحه والراحه وانتيا ان شاء الله وكاع متتبعاتنا هنا في المغرب ولا خارج المغرب. وكنظن انا مكتفيت انا هذا الشهر عرفتي شحال من وحده صورت جلابه كنظن انت ختامها مسك ان شاء الله وكاع الموديلات اللي تصورنا ان شاء الله يعجبوهم. قولي لنا شي كلمه للمتابعين. مرحبا مرحبا بكم البنات. حنا جبنا واحد السولد درنا كاع المحل كامل السولد كلشي طيحت نقص الثمن ديالو ونتمنى هذا السولد هذا وهاد الموديلات اللي عجبهم ان شاء الله. الف مرحبا الله يسرهم وان شاء الله يدخل عليكم عاشر بالصحه والسلامه باش كتمنوا ويكون فيديو خفيف ظريف. ما تنساوناش البنات بالبارطاج وبالكومنتير الزينه وبارك الله فيكم الله يكبر تبارك الله عليك ناديه. بالنسبه للروابط ديالك غادي نشاركهم معاهم ان شاء الله. اختي فاطمه وني ترى عندي حيت كيجيني الاسئله بزاف كيجيني الاسئله على الاثمنه راني كنلونسي بالثمن اي حاجه راه كنقول حنا بعدا كنلونسيو بالثمن. تيك توك راه عندي هذا المشكل راهم كيشوفوا في كلش ويجعل الله خير. شكرا لك ناديه بارك الله فيك نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد الى اللقاء.